السلام عليكم مرة ثانية. بدأ تسجيل المحاضرة. محاضرتنا اليوم محاضرة العملي لمادة الأجهزة الطبية المرحلة الثانية، محاضرة الأجهزة الطبية Infant Incubator. أخذنا بالمحاضرة اللي قبلها النظري والشرح النظري مال محاضرة الإنفانت Incubator، وتعرفنا على أنه الإنكيوبيتر وظيفتها هي توفير بيئة حاضنة وملائمة للطفل، وأيضا توفر لنا مراقبة مونيتورنج للطفل. الانفانت انكوبيتر إذا رح نجي نشرح العملي مالتها، خلينا نبدي بفكرة العملي شنو. العملي أنتو إن شاء الله تصيرون مهندسين أجهزة، الأغلبية إن شاء الله. بالعملية عندك أنت أمامك مجالين، أما القطاع الخاص اللي هو راح تتجه للشركات الأجهزة الطبية، أو القطاع العام. بالنسبة للقطاع العام الموضوع منتهي، راح تتعين تقعد بغرفة يعطوك صيانة تبريد وسبالت وأضوية، لأنه الأجهزة الطبية غالبا بالضمان، والجهاز اللي بالضمان ما يصير أحد يصلح بي أي شيء. فمجرد أنه أنت تكتب تقرير، أو مو تكتب تقرير عفواً، تتصل بالشركة اللي الجهاز بالضمان مالتها، يقوم يا بالجهاز عطل، راح يسألوك شوية أسئلة تجاوب عليها. أو الجهاز خارج الضمان، فراح تضطر تفحصه أنت بنفسك، قطع غيار غالباً ما عندك، فراح ترجع ايضا للشركه وتطلب قطع غيار حتى تصلحها انت، او هم يصلحوا ويقدمون افر مال الصيانه موقعين. هاي بالنسبه للحكومي. اما بالنسبه للقطاع الخاص الاهلي، الشركات الاهليه، فايضا الشركات الاهليه، اما انت راح تشتغل ويا شركه عندها وكاله، شركه كبيرة نسبيا عندها وكالة خاصة بالصيانة، يطلعوك ترينينج على الصيانة قبل لا تبدي تشتغل، أو هم يسوي لك ترينينج داخلي، أو راح تشتغل بمكتب صيانة. المكاتب اللي هي شلون مكاتب السعدون وغيرها، ها تقريبا يشتغل أي شيء، يشتغل على أجهزة مو من ضمن وكالاته، ويصلح تقريبا الأجهزة البسيطة، يطلب هو قطع الغيار بنفسه إلى آخره. شوية المكاتب بها تحدي أكبر، بس شغلها أقل نسبيا. الشركات لا، الكتالوج راح يعطوك إياه، السيرفس مانيوال راح يعطوك، السبير بارتس قدامك موجودة بالمخزن، وبالإضافة إلى تريننج يوفروا لك حتى تعرف شلون تتعامل ويا الجهاز قبل لا تبدي. أو أصلا نوبات أول ما تدخل الشركة يأخذوك فترة 3 أشهر تدريب براتب بسيط، بعدها شافوك زين كان بها زيادة وراتبك وبقوك، شافوك لا والله كل شيء ماكو، لا راح يقولوا لك توكل في مال لا، أو يخلون عليك شغلات بسيطة ويعطوك نفس الراتب مال متدرب. هذا بالنسبة للشركات. الموضوع العملي، الصيانة الحقيقية، تختلف عن الحكي اللي راح نحكي هنا. احنا اللي راح نحكيه هنا هو مجرد شرح عن أجهزة بشكل نظري، حتى العملي مالتنا هسه اللي راح ناخذ هو شرح، ما نسوي شيء، احنا ماكو فد ريل كيس قدامنا، ماكو فد كيس حقيقي، عطل حقيقي قدامنا حتى نتدرب عليه، لا. راح نشرح أجزاء، راح نشرح مكونات وظائف الأجزاء، حتى نحاول نستنتج في حالة صار عندنا عطل ايش راح نسوي. مهندس الأجهزة يعني هي صيانة الأجهزة، مو حكر على مهندسين الأجهزة. إن شاء الله أنتم راح تتخرجون راح تشوفون أنه مو بس أنتم تسوون صيانة للأجهزة، مهندس الكهرباء يقدر يسوي صيانة للأجهزة، مهندس الحاسبات يقدر يسوي صيانة للأجهزة، وحاليا أكو عمالقة بصيانة الأجهزة الطبية هم مو مهندسين أجهزة، مو خريجين أجهزة طبية، خريجين كهرباء، خريجين حاسبات إلى آخره. ف راح تلقون تنافسية شوية عالية قدامكم. الأغلبية يجوز متوقعة أنه التعيين مضمون والتعيين قدامهم،
ما أحب أحبط أحد، بس يعني لا أحد يعتمد على التعيين. اللي يريد يعرف حقيقة التعيين خلي يقرأ قانون رقم 6 اللي موجود بجريدة الوقائع العراقية، اللي هو على أساسه ممكن تتعينون وممكن لا. هذا بالنسبة للتعيين. قلت لكم انه ما راح نكون على ارض الواقع مثل ما بدنا نحكي احنا هنا نحسها اجزاء ومكونات، لا، على ارض الواقع راح تجيك اعطال مخصصه للجهاز، لانه كل جهاز مصممته الشركه تصميم خاص بيها، براءات اختراع خاصه بيها، فماكو جهاز يشبه جهاز ثاني. الاجزاء الداخليه تختلف من شركه للثانيه، بس مبدا العمل تقريبا نفسه. فانت فرقك عن باقي المهندسين انه انت عندك فكره اساسيه عن الجهاز، عندك فكره اساسيه عن مبدا عمل الجهاز، وظيفته، اجزاء الداخليه، كل جزء شنو لازم يسوي. هذا الشيء شويه راح يعطيك سرعه بتحديد العطل وسرعه بالصيانه، بس مو دائما، لان الاغلبيه اثناء المحاضرات يعني ما مركزه، او حتى مو ما مركزه، يجوز المعلومات مو مهمه، ما تتابع، يعني ما تقرا، ما تطلع على مصادر خارجيه. عندكم انتم مادتين كلش مهمه اللي هي الالكترونيك والاجهزه، غالبا الطلاب بها درجاتهم كلش قليله، فهاي المشاكل اللي حتصير قدامكم. خلينا نجي نشوف العربه او الانفانتين انكيوبيتر. اوكي، ليش الانفانتين انكيوبيتر ككروس سكشن فيو، عندنا هذا مقطع جانبي، عندنا هنا الطفل والماترس، هاي اللي هي الماترس او البيبي تري يسموها. هنا عندنا الاكسس بورت، هذه منافذ الدخول اللي النيرس تدخل ايديها من خلال الاكسس بورت. عندنا هنا منافذ خروج هواء، اكزوست اير فنت هولز. هتقولون شو ليش نخرج هو؟ في بعض الاحيان الحراره تكون اكثر من اللازم، او نحتاج نسوي فريش اير، نجدد الهواء ما يظل يتداور، فاكو صمامات ميكانيكيه تخرج هواء من داخل الحجره. رحله الهواء تبدا من هنا، الفريش اير، هذا الهواء الفريش يدخل على البكتيريال فلتر، هذه بكتيريال فلتر. البكتيريال فلتر، الهواء اللي راح يدخل من البكتيريال فلتر ينسحب من خلال مروحه، يعني هو الهواء خو ما يدخل بكيفه، لا، اكو مروحه هنا تولد نيجاتيف بريشر، نيجاتيف بريشر، تولد نيجاتيف بريشر هاي المروحه، فده تسحب الهواء من الخارج الى الداخل. الهواء اللي راح ينسحب للداخل عندنا هنا راح يدخل على هيتنج اليمنت، هذا الهيتنج اليمنت، هذا هيتنج اليمنت، هيتر، يعني هيتر عادي. هذا الهيتنج اليمنت، الهواء يكمل، صارت فيه حرارة معينة، يعني اكتسب الحرارة اللي احنا نريدها. هنا أنا هذا عندنا سويتش، هذا شو نميزه، هذا سويتش، بوابة، هاي بوابة، هاي البوابة أما تخلي لنا مرور الهواء يمر من الأعلى، وبالتالي ما يمر على يعني هي المفروض بشكل أوضح ما يمر على المي بحيث يصعد لنا هواء جاف، أو الهواء يمر من الأسفل فوق المي ويكتسب الرطوبة الصاعدة من خزان المي، يصعد منه. فاحنا هاي البوابه السويتش اللي هي هيوميديفيكيشن كنترول هنا أنا اسمها، اما تخلي ان الهواء يصعد جاف حار او رطب حار. هنا عندنا اكسجين، منفذ الاكسجين، من هنا نقدر ندخل اكسجين اضافي، وهذا الشكل ما يدخل منه، او عندنا اكسجين جيج تيوب اللي هي المدخل ومال الاكسجين اللي يضيفنا الاكسجين. الهواء راح يصعد للاعلى، لان الهواء الحار دائما يصعد للاعلى، يتداور بداخل الحجره ويرد ينزل.
هسه احنا حكينا عن الثرموستات، وحكينا عن عفوا حكينا عن الهيتنج اليمنت، وحكينا عن الفان، وحكينا عن التانكي. الثرموستات وين تتخيلون يكون موقعه؟ على جسم الطفل دكتور؟ على جسم الطفل. على جسم الطفل نحط سنسر أحمد، على جسم سنسر. الطفل نخلي سنسر وليس الثرموستات. بعد من عنده فكرة؟ حسين علي كاظم. حسين علي كاظم عندك فكرة؟ أي أحمد عبد الله سجيل. إيه إيه أحمد، دكتور لازم في مكان بحيث يتحسس الحرارة. أكيد. دكتور سجل. إيه دكتور وين وين الهيتر؟ الهيتر؟ وين الهيتر؟ شكرا سجاد. حسين عبد الحليم. أستاذ وين تقريبا مقابل البنك بعد سحب الهواء. مقابل البنك كمان سحب الهواء. شكرا دكتور تكون حسين. يم الطفل علي عادل دكتور يقول داخل الحجرة يم يم الطفل الطفل أنا مجرد دكتور مقابل بالهواء الطفل الخارج يعني بالهواء. دكتور يعني قصدي الهواء اللي يعني مو هاي الغرفة دكتور نعم اللي يطلع من هواء الخروج يعني. اوكي فهمتك زين. الثرموستات عندنا احنا من الممكن ان نخليه لعدة اماكن. فاذا نرجع على الصورة خلينا نشوف لنا فد لون شوية مغاير حتى نقدر الثرموستات نقدر نحطها بهالمكان هذا. احنا وين هذا الاكس راح يتحسس لنا الهواء الحار. نقدر نخلي الثرموستات هنا راح يتحسس لنا الهواء الحار الداخل الى حجرة الطفل. بس بالحقيقة الثرموستات احنا نخليه وين ما يخرج الهواء من حجرة الطفل. الهواء يخرج يرجع طبعا للمروحة ويرجع للمداور. نخلي الثرموستات هنا بهالمكان هذا حتى نعرف ايش قد حرارة الهواء الخارج من الغرفة وليس الداخل إلى الغرفة. لأن الهواء الداخل للغرفة ولنفرض درجة حرارته 38 راح يتعرض إلى لوز. اللي هو شنو أول لوز يصير عندنا بالحرارة؟ من يتذكر الهيت لوز اللي يصير عندنا بالحجرة؟ دكتور من خلال الدكتور هو الغلاف مالته الزج. انه عفوا زجاج صحيح، الهود يعني من نعم خلال الوول اللي هي الجدران. نعم أول شيء الجدران راح نفقد حرارة احنا من خلال الجدران، الجدران راح أشع حرارة راح يصير عندنا هيت لوز. فهنا أنا هاي 38 درجة ما بقت 38 درجة. هنا أنا هاي الحرارة راح تبدي تتغير، الطفل أيضا راح يكتسب حرارة معينة، الحجرة أيضا بها هواء بارد راح تكتسب حرارة معينة. فالهواء اللي يرجع من هنا لنفرض صاير 34 سنتيغريد. فاحنا من الكنترول بانل من نريد الحراره تبقى 38، لو حطينا الثرموستات هنا الثرموستات راح يفصل اللي يشوف الحراره كلش كافيه، بينما الغرفه بارده الحراره بيها 34. هاي على افتراض هاي الارقام طبعا. فنقرا من هنا راح نقرا ايش قد الهواء اللي يرجع من الغرفه. نفس الشيء عندكم بالسبلت، منتبهين على السبلت الثرموستات مالته وين؟ الاير كونديشن. ما حد يكون مفسخ سبلت او اير كونديشن. دكتور بلش دكتور اسمه خارج دكتور مثلا تقيس الحرارة ما تتغير. وين مصطفى؟ دكتور بالسبلة تصير خارجة تقيس الحرارة مال الغرفة. يصير خارجي. بعد زيد. دكتور الغلاف اللي يغلف السبلة الدكتور اكو من فوق مثل الفتحات اذا اي منتبه عليها دكتور اكيد. منك هو راح يدخل الهواء اكو حساس مثل اللون الاسود اي يصير باغلب نعم السبابيت هو هذا الحساس هو هذا مدخل الهواء يصير نعم بالسبلت مدخل بمدخل الهواء حتى نعرف ايش قد درجة برودة الهواء اللي بالغرفة، مو درجة البرودة اللي طالعة من السبلت. وبالتالي نفس الفكرة بالإنفانت إنكيبيتر، ايش قد درجة الحرارة اللي الهواء الخارج من الغرفة.
اللي خارج من حجرة الطفل، مو الهواء اللي داخل لها. فهنا من اكتشفنا ان الحرارة 34، الهيتر راح يظل شغال لحد ما الهواء لهنا يصير 38. بهاي الحالة يلا راح الثرموستات يشتغل ويطفين الهيتر، فهذا سنسر اوف ثرموستات. هذا كان كروس سكشن وشرح بسيط عن الانفانت انكيبيتر. اكو احد رفع ايده؟ نعم دكتور، اي احمد. لعاد السنسر اللي حكينا عليه من الطفل شنو فايدته؟ السنسر يقيس حرارة الطفل، إذا عندك أنت دا تريد تقيس حرارة الطفل دائما لازم تقيس حرارة الطفل. طبعا يقيسوها أما يعني ملامس أو غير ملامس، وبالدرجة الثانية إذا كنا دا نعتمد على المود الثاني مال الكنترول. تذكر احنا شرحنا قلنا اكو طريقتين للتشغيل، أما باعتمادا على حرارة جلد الطفل أو باعتمادا على حرارة الهواء الخارج من الغرفة. فهذا السنسر اللي تقول نخليه على الطفل راح نقيس به اولا حراره الطفل، حراره جلد الطفل، ثانيا من الممكن ان نتحكم، من الممكن باختيارنا ان نتحكم بالحراره عن طريق حراره جلد الطفل مو حراره الهواء. اوكي؟ شكرا دكتور، واضح. اهلا. هذا بالنسبه للانفانت. هنا عندنا اشكال من الانفانت انكيوبيتر. هذا الشكل الاول اللي هو كنا نعرفه حاضنه وكنترول والى اخره، هو ترولي. عندنا اكو نوع ثاني يسموه الانفانت وورمر اللي هي دفي الطفل، يعني انفانت وورمر شو نقول، مدفأة الطفل او فتشي يدفي الطفل. الانفانت وورمر هي نوع من انواع الانكيوبيتر بس مفتوحه open، تشوفون ما بها اي غلاف. هنا يتخلى الطفل هنا، ومن هنا عندنا مصدر يشع حراره، هذا مصدر يشع حراره فقط، يبقي لنا الطفل دافئ، ما نحتاج لا رطوبه لا حمايه من جراثيم وبكتيريا ولا غيرها. هذا هنا radiant heating، التدفئه بالاشعاع، يجوز عندنا يكون اي ار ضوء الى اخره، ضوء حار، تبقى ان الطفل دافئ بدرجه حراره معينه، صوبه صغيره مخصصه للطفل. هاي يسموها انفانت وورمر، هي نوع من انواع الانكيوبيترز. هاي هنا يجي بعدها نشرح الفان، الفلتر، الهيتر، ثرموستات. هذا طبعا شكل الثرموستات باغلب اشكاله، هيوميديتي كنترول، اوكسجين والى اخره. نجي على البرزنتيشن مال محاضره اليوم. البيبي انكيوبيتر او الانفانت انكيوبيتر هي اله تستخدم حتى تحافظ لنا على بيئه بدرجه حراره معينه للاطفال الخدج، تستخدم للأطفال المولودين قبل الوقت والأطفال اللي مولودين أثناء الوقت بس عندهم أمراض معينة. هاي تتذكرون قلت لكم يخلون نايلون على الطفل، عفوا على الحاضنة، على مود ليش ما أقدر أكتب. المهم هذا يخلون نايلون على ال الحاضن على مود يقلل لنا من خسائر الحرارة. هذا الشكل الثاني من الانكيوبيتر. مبدأ عملها انه احنا شرحناه بالمحاضرة النظرية. هذا عندنا الكنترول بانل او الفرونت بانل. هنا أنا انكيوبيتر تمبرتشر، ايش قد درجه الحراره داخل الانكيوبيتر. هنا عندنا الاوبن سيركت او اوبن دور، شويه مو واضحه الكتابه بس مكتوب كلمه اوبن. هاي شركه فوينكس.
احنا عندنا الهيتر اوتبوت، هاي الملاحظه جدا مهمه. الهيتر اوتبوت اللي تشوفوه هنا بليفلات 25 50 75 100. تذكرون قلت لكم انه الهيتر بالحاله العاديه، الهيتر بالحاله العاديه احنا بس مجرد ان نشغله ونطفي، فهو اما 100% او 0%، يعني كاوبريشن. بالحاضنه لا، احنا نتحكم بنشغله 25% من طاقته، 50% من طاقته، 75% او 100% حسب حاجتنا الها. هنا عندنا الارم اند مسج، هنا سيستم فيلر، باور فيلر، هنا الارم مسج، هنا هاي سايلنس، دقمة تطفي وتنص، عفوا تطفي وتفتح بالالارم حتى لا يظل يزعجك. هنا اعتقد ريكواير تمبرتشر، ايش قد تريد انت؟ ايه ريكواير تمبرتشر، زيد ونقلل من ريكواير تمبرتشر، سنتيجريد، فهرنهايت، والى اخره. اجزاء الحاضنه، هذه حاضنه دي اي واي، صنع منزلي، صنع محلي، يعني صنع تخرج مع الطلاب. فنشوف انه مصدر الحراره هنا هو ضوء، مصدر الحراره ضوء، ضوء حار. والمروحه مثل ما تشوفون المروحه مال السي بي يو او مال الكيس مال الحاسبه، هاي المروحه تسحب هواء، تدفع على الضوء الحار ويخرج من عنده هواء حار على على الحاضنه. اير ديستريبيوتر، هذه مروحه توزع الهواء. هنا أنا هذا الفلتر اللي هو قلنا بكتيريال فلتر، نبدله. هايجروميتر او بالحقيقه هيوميديتي ميتر، يقيس لنا ايش قد الرطوبه، مداخل ومخارج. بورت هولز اللي هي هاي الهولز او اكسس بورتس اللي ندخل مثل ما تشوفون هسه الممرضه او الممرضه بيسوون نيرسينج للطفل. المراقبات اللي نراقب بها الطفل، نقدر نراقب الاي سي جي مالته، مثل ما تشوف هسه الطفل دا يراقبون دقات قلبه، او عفوا تخطيط القلب مالته، حراره الطفل، رطوبه جلد الطفل، حراره جلد الطفل والى اخره. هنا عندنا الجوندس اللي هو اغلبنا بالمستشفيات يسموه ابو صفار، وهو اسمه اليرقان. من يعرف شنو الابو صفار او اليرقان؟ دكتور مثل فقر الدم، مثل فقر الدم، دكتور تكسر بالصفائح الدمويه، تكسر بالصفائح الدمويه. مريم، مشاكل بالكبد دكتور، السبب اختلاف يعني مشاكل هو بالدم، يعني نقص المناعة، نقص المناعة. شكرا غدير، هاي شغلات طبية. هاني دكتور، شنو اليرقان الولادي او ابو صفار الولادي؟ ابو صفار الولادي والله دكتور خل افكر. بين ما تفكرين احمد، هذه يعني. احمد هذه رفع ايده. نعم نعم استاذ. ايه احمد استاذ، هو مرض يصيب البنكرياس، مثلا مشكله بالبنكرياس تسبب صفار وبياض، بياض العين، وناجم عن مشاكل بالدم. ناجم عن مشاكل بالدم، اوكي. هي صبغه تتصرف بالدم، صبغه بالدم، اوكي. خلي نجي عبد الخالق. اي رفعت ايدك عبد الخالق، لو هو حسين فيصل رفعت ايدك. نعم دكتور، دكتور هاي الاصفرار اللي يجي بالعين والدم بسبب مادة البروبولين الزايدة بالدم. اوكي اوكي، البروبولين المادة الزايدة بالدم هي تنتج نتيجة تكسر كريات الدم الحمر. من لا. تتكسر كريات الدم الحمر راح تنتج هذه المادة، لذلك يصير لون الطفل لون أصفر. أوكي شكرا. الطفل قبل لا يجي للدنيا بداخل الرحم الأم مرتبط بالأم عن طريق المشيمة والحبل السري. الأم تقوم بأغلب الوظائف اللي يحتاجها الطفل، فالأم تقوم بتزويده بالأكسجين، الغذاء، وطرح الفضلات. هاي نقطة جدا مهمة، انه الام
كبد الأم هو اللي كان يقوم بعملية الطرح وتنقية الفضلات من دم الطفل أو سحبها يعني. طيب مو احنا عندنا الطفل اول ما ينولد خاصه الطفل اللي بعد بري تيرم يعني او نيونيت خدج، هذا الطفل بعد ما مؤهل بالشكل الكافي لتنقيه الفضلات من جسمه، وبعض الاحيان لا تصير مشاكل اصلا، هو الكبد عنده به مشكله، اما انولد هو خدج فجسمه بعده ما يقدر يطرح الفضلات بشكل كافي، او عنده مشكله بالكبد، أو عنده يسموه أبو صفار من الرضاعة. هذا الشيء البيليروبين، بيليروبين هو بروتين كلش كبير بحيث الكبد الصغير يعني الكبد الطفل اللي بعده ما كامل الوظائف مالته، مو ما مكتمل نموه، ما مكتمله وظائفه، الكبد اللي بعده ما مكتمله وظائفه بشكل كافي، ما يقدر يكسر هذا البيليروبين، ما يقدر يكسر او يجزع حتى يخرج كفضلات. لا، اللي حيصير عندنا انه هذا البيليروبين راح يزداد مستوى دم الطفل، فيبدي يصير عندنا هذا الصفار اللي بالعين والصفار اللي بالجلد، هذا هو نتيجه زياده البيليروبين. اللي احنا نسوي للطفل حتى نكسر هذه، يحطون عليه ضوء ابيض على وجهه. اوكي شكرا. من اللي يسأل بس خليني أتأكد. عبد الله عاشتي لك خذ سؤال. البيليروبين حتى نساعد احنا الطفل نستعمل له هذا فوتوثيرابي. الفوتوثيرابي فكرتها وين؟ احنا ما نخلي ضوء ابيض عبد الله، نخلي ضوء يوفي. ضوء يوفي، اليوفي صح خطر، يسبب سرطان بالجلد بالتعرض له لفترات طويله، بس اليوفي شدته عالية، عفوا التردد مالته عالي، يكسر لنا جزيئات البيليروبين اللي موجودة. انتوا غالبا تشوفون يصير صفار عنده بالجلد وصفار بالعينين، فالطفل اللي يريد نعالجه من اليرقان ينزعوا ملابسه يبقوا بس بالحفاضة، يخلون جلده معرض لأكبر قدر ممكن من اليوفي. اليوفي راح يساعد الجسم بتكسير البيليروبين إلى جزيئات أبسط، هاي الجزيئات الأبسط راح نقدر من خلال الكبد اللي بعده وظائفه ما مكتملة من ترشيحها وطرحها كفضلات. الثوم الخزعبلات الباقية كلها ما لها علاقة بالصفار، الثوم بس إذا تعوفه بالمطبخ مفتوحة ويصفر الحالة، ما يحتاج تحطه يوم طفل بيها بصفار. أي خزعبلات ثانية، خرزة مرزة إلى آخره، ما لها علاقة بالصفار. أبو صفار هو عند الطفل بيليروبين صاعد مستوى، وظائف كبد الطفل بعدها ما مكتملة، نكسره باليوفي. مو أي ضوء ممكن نستعمله، لأن اليوفي إلى تردد معين، عفوا إلى طول موجي معين، الطول الموجي هذا المعين هو اللي يكسر لنا جزيئات البيليروبين، مو أي ضوء. أما عبد الله أنت وين شايف يحطون ضوء أبيض؟ عبد الله، عبد الله حيدر سألت على الضوء الأبيض، وين شايف يحطون ضوء أبيض؟ دكتور احنا مرة صار عندنا هم جبنا ضوء أبيض دكتور. اي احمد، مين جبتوا ضوء أبيض؟ من اي ابو انشاء جبنا دكتور؟ الكهربائي. طيب يعني خلي نجي نحكي مع يعني شغلات دكتور بلزح هندسيه. نعم، هاي السؤال في الضوء الابيض هذا السؤال في بيبياتنا انه الا الضوء الابيض ما اعرف شلون الضوء الابيض. هسه راح نجي، هسه راح نجي نشرحها. يعني اليوفي هو يعني الترا فايولت، تقريبا يصير ضوء لونه ازرق على بنفسجي مثل ما تشوفون، يغطون عين الطفل لان الضوء جدا مؤذي. الضوء هذا خطر فما يصير يستخدم لفترة طويلة، خطر حتى على الممرضة اللي تتعامل وياه، بس هو الأفضل في تكسير البيليروبين. مثل ما تشوفون الضوء كله أزرق، ماكو ضوء أبيض. أما ليش نستخدم ضوء أبيض؟ أحد عنده فكرة؟ بس احنا نشوف انه هو لا، يوفي، اليوفي هو اللي
اللي يسوي، ليش بدنا نستخدم ضوء ابيض؟ وطبعا ما ينحط على وجه الطفل، يعني لازم ينحط على جسم الطفل لان الوجه مساحته السطحيه اقل من الجسم، فتكسير البيليروبين يصير اقل، لازم ينحط على جسم الطفل. دكتور بسبب الطول الموجي. بسبب الطول الموجي. خلي اقول لكم على شغله انا بنفسي سويتها. بنتي اول من ولدت عندها مشكله صار يرقان بسبب الرضاعه. انه كل ما الطفله تاخذ حليب اكثر كل ما الطفله دي يصعد عندها البيليروبين. يعني هيك المشكله، تقطع الحليب يتوقف صعود البيليروبين. فالعلاج مالتها كان كالتالي: تقطع عنها الحليب والرضاعه، مو الحليب، تقطع عنها الرضاعه من الام لمده يوم او يومين. والثاني ان تحطها تحت الفوتوثيرابي. الفوتوثيرابي رحنا بوقتها المستشفى ما الطفل كانت محجوزة، ويعني عددهم قليل ما تحصل حجز بسهولة. فاللي سويته أني كمهندس أجهزة طبية أيضا جبت ضوء أبيض. بس ليش جبت ضوء أبيض؟ مع العلم أنا أعرف أنه هو يوفي، هو مو ضوء أبيض. الضوء الأبيض يطلق يوفي بكميات أقل، بس اعتمادا على شنو؟ الضوء نفسه هذا الفلوريسنت، او طبعا الـ LED يعني ما يفيد فلوريسنت، او هذا الاقتصادي، هذا الضوء السبارك اب او عفوا الشراره اللي تصير بداخله وتفعل لنا النيون، النيون راح يطلق يوفي عالي. شي يخلون بداخل التيوب؟ يخلون مثل الباودر، شايفين الباودر الابيض من تكسر النيون؟ ما حد فيكم شويه كاسر لنيون بحياته؟ مثل الطحين. مثل الطحين، هذا الباودر الابيض ماده فسفوريه تمتص اشعه اليوفي وتمتص كل الاشعه اللي تصدر من الغازات الداخليه اللي بداخل النيون، تمتصها وتظهر لنا اياها على شكل ضوء مرئي اللي هو الضوء الابيض اللي احنا نشوفه، هذا اللي مثل الطحين. الاضويه القديمه اللي صار لها سنين دا تشتغل، تبدي فعالية المادة هاي مثل الطحين الباودر تقل، فيقل امتصاصها لليوفي، فيبدي الضوء يشع يوفي أكثر. لهذا يقول لك الأضوية القديمة لازم تتبدل بالبيوت لأنه تسوي سرطانات. أنا اعتمدت على هذا المبدأ أنه جبت ضوء جدا قديم، أنا أعرف أنه الفعالية مال الفلوريسنس اللي بي قلت، فحالياً هو ديط يوفي أكثر. وفرت بيئة بالغرفة حرارة مناسبة للطفلة، وخليت عليها ضوء مو LED، ضوء أبيض فلوريسنس قديم. اليوفي حالياً بي أكثر. ثاني يوم الصبح رحنا فحصنا انخفض الحمد لله عندها المستوى البيليروبين. بس هل هذا الشيء اللي أنا سويته صحيح هندسياً؟ لا، هندسيا يقول لك لا تستعمل يوفي. اللي انت سويته يجوز نسبته كانت ضئيله بعلاج الطفله. العلاج الافضل اللي كان هو انت قطعت عنها الرضاعه. فمو دائما استخدام الضوء الابيض هو صحيح، خاصه الضوء الجديد اللي تشتريه من ابو الانشائيه ما بيوفي تقريبا نهائيا. اذا تروح تشتري ضوء جديد الفلوريسنس بعده بكامل قوة العقليه خلينا نقول راح يمتص كل اليوفي ويطلع لك ضوء ابيض، ماكو اي يوفي وماكو اي علاج بالضوء الابيض. لهنا واضحه دكتور؟ وهما تنعكس تصير بالبلانكت شلون الجاكيت؟ اي هم يعني بيها صح، هم بيها يوفي. يوفي اني هذه شايفتها يعني. نعم صحيح، مثل التشاكيت باللدات مال يوفي يلبسها الطفل على مود لا اليوفي يشع على الباقين بس على الطفل ويكون قريب من جلده فيحقق لنا تكسير افضل. نعم حسين يمكن تشد تحكي. لا دكتور يعني انتظر انه العلاج مالته يعني الضوء الابيض يعني عالج قصدي هيك. عباس صار لي ساعه اشرح على الضوء الابيض.
افتهمك دكتور انا وياك، بس يعني هذا هل العلاج مناسب او غير لا مناسب؟ ايش قصدك؟ لا يعني غير سؤالي مناسب، هيك لا انا غير الضوء مناسب الابيض علاج علاج غير مناسب. ايه دكتور؟ انا لا هذا الشيء اللي سالتك. اي نعم، الضوء الابيض علاج غير مناسب، بس انتم شايفين في بعض الاحيان من تقوم عاصفه ترابيه وتطلع برا تشوف ضوء الطرمه صاير لونه بنفسجي. اي نعم دكتور. نعم دكتور صار. ها هذا الضوء اللي صار لونه بنفسجي، اولا اضويه الطرمه غالبا عمرها يعني طويل سنوات، احنا مثلا واحد يحط له ضوء بالطرمه حط له فد سنه سنتين الضوء بعده بالطرمه شغال. ثانيا بالعاصفه الترابيه، العاصفه الترابيه تحيد الضوء الابيض، بس الضوء البنفسجي او اليو في يقدر يمر من خلال العاصفه الترابيه، فانت من تبوع الضوء تشوف فقط اليو في اللي صادر من هذا الضوء. اي نعم دكتور شايفين. ف هم اكو بيضوء على صفار مثل الشموع يخلوهن الطالب اللي تسأل اكو بيضوء على صفار مثل الشموع يخلون ضوءهن على صفار ينطي. زهراء ما افتهمت، تقدرين تحكين؟ اسف ما افتهمت السؤال. دكتور يعني اكو شو اسمه اكو مثل الشموع يخلوهن هم على الطفل، بس ضوء مالتهن على صفار ينطي، يعني انا ابني خلوه له يعني شلون الصندوق بهيج شموع من فوق بس ضواهن على صفار كان، يعني لا على بياض ولا على بنفسجي. ما اعتقد، يعني هو الضوء باليوفي ولازم اليوفي يكون يعني غالبا هو غير مرئي اليوفي، بس يطلق اشعه ثانويه اللي هي قريبه من اليوفي اللي احنا نشوفها ازرق. اي شيء قريب على الصفار هذا اي ار، اي شيء يعني قريب ما على في الاحمرار هذا يعني اي عال ار. عاطفي يعني ابو صفار. الضوء اللي على صفار يعني حسب معرفتي هو ضوء الانفانت وورمر اللي هي تدفئ الطفل ما تعالج الطفل. ما ادري دكتور، يعني انا ابني كان عنده ابو صفار بس هيك خلوه له، يعني الضوء كان على صفار. طيب الضوء كان نفس هذا، خلي نشوف يعني خلي اشوف الصورة. الطفل ايش خلوه بنفس هاي العربة؟ لا دكتور لا، يعني هيك لو مثل خلوه البيبي بهذه تقريبا هو. خلوه لا بانفانت دكتور هاي، انكيوبيتر. لا دكتور هاي بالحاضنة، بس بالبيت من طلعناه من الخدج حطوا له هيك مؤقت، يعني شلون الصندوق بيشموع من فوق بس يطن على صفار اللون مالتي مال الضوء مالتي. يعني هاي المستشفى خلت هيك شيء؟ نعم دكتور، ما اعرف. والجهاز كان طبي لو تصنيع محلي لو شنو؟ يعني بالبيت هو اوكي، بس يعني كان مو جهاز طبي، بالمستشفى، كان بس جهاز هم اللي طبي. يوصفوه. إيه نعم دكتور هم اللي والله يوصفوه، يعني ما اعرف، ما شايف ضوء يو في يعطي لون اصفر الصراحة. يعني على حد علمي اليو في هو لونه طبعا غير مرئي، بس القريب على اليوفي هو اللون الازرق والبنفسجي. لا فخلينا دكتور نشوف. يعني حتى من يطفي ضوء الغرفة يعني كلش ينطي لون أصفر، يعني حتى واضح كلش كان. اخاف يعني مدفأة هذا انفانت وورمر. ما أعرف دكتور، بس هو كان انطونا اياه علاج له أصفار يعني. والله ما اقدر بعد اعطي اي معلومة اضافية، يعني ما اعرف، بس احنا حتى نقدر نتحقق من هالشي هذا الطيف الموجي الضوئي اليوفي احنا ما نقدر نشوفه غير مرئي، بس النواتج المقاربة على اليوفي هو الضوء البنفسجي او الضوء الازرق. كل ما نقترب على الاصفر والاحمر منها، كل ما نقترب احنا دا نبتعد تماما عن اليوفي. بعد ماكو يوفي هنا انا بس نوصل للون الاخضر بعد ماكو يوفي. من نوصل للاصفر والاحمر احنا دا نقترب من ما تحت الحمراء، وما تحت الحمراء اشعه نستخدمها بالتدفئه، نستخدمها بالتدفئه ما نستخدمها بالعلاج. نستخدمها طبعا بعلاج من اخذناها بالريهابليشن اللي هي علاج الطفل بالدايا ثيرمي صحيح. فالالترا فايولت لا، نواتجها الثانوية هي الأزرق والبنفسجي.
اليوفي نواتجها الثانوية أحمر برتقالي أصفر، هذا الشيء. أي شيء ثاني عنها ما أعرف، ضوء بنفسجي لون أصفر، ما أعرف، ما أتوقع يعني شايف هيك شيء. نرجع، خلينا نشوفكم بصورة سريعة. هسه أنا تقريبا خلصنا، المفروض بعد ما عندنا شيء، بس خلينا نشوفكم بصورة سريعة اللي هو قلنا لكم عليه السيرفس مانيوال. خلينا نشوفكم السيرفس مانيوال. قبل أن أشوفكم السيرفس مانوال، هاي عربة الطفل من نوع أوميدا أو أوميدا، يعني شوي إحنا بالمستشفى تنصح لها أوميدا. أوميدا كير بلس من شركة جي، هذا شكلها الخارجي. عربة رولي بها جرارات، وهنا يعني حامل هولدر مال نورمال سلاين، اكس سبورت، كنترول بانل وإلى آخره. هاي الأوميدا كير بلس. هل نجي نشوف اللي قلنا عليه السيرفس مانوال. السيرفس مانوال الصراحة نادرا ما تحصله من النت، يعني من النادر أن تحصل سيرفس مانوال من النت. سيرفس مانوال غالبا يكون عند الشركة فقط وعند مهندسيها، وما مسموح بتداوله خارج الشركة، لأن يعتبر من أسرار الشركة، لأنه الأعطال اللي بيه يعني تصليح الأعطال اللي بيه هو فقط مسموح للشركة، فما يخلون أحد يتداول هذا الـ Service Manual. أنا أشوف بلكت أكو إذا تشوفون أنه السيرفس مانوال كله باللغة الإنجليزية، وهذا الشيء اللي لغته الإنجليزية ضعيفة راح يسبب له مشاكل داخل الشركات. الشرح بالسيرفس مانوال يكون شرح أكثر دايجرام، سيركت دايجرام، بلوك دايجرام، شرح مو مفصل كأنما ملزمة مال الأجهزة الطبية دا يشرح لك، لا شرح أنت لازم تفتهم من خلاله. الأعطال تجي على شكل كودات، فيقول لك الكود الفلاني معناتها العطل الفلاني إلى آخره. Power supply circuit، heater control، لنسوي continuity، heater control، heater status، safety relay إلى آخره، analog input، الألارمز، كل واحدة الألارم مالتها شقد. هذا عندنا شرح عن شلون نفصل الكنترول بانل. تذكرون قلت لكم محاضرة قبلها انه احنا دائما يصنعون الكنترول بانل بطريقة تخليك تفصل الكنترول بانل كله، تبدله، تجيب كنترول بانل ثاني خلال دقائق. فهنا برغي واحد فقط يخليك تفصل الكنترول بانل كله. الكنترول بانل ما تتضمن فقط الكنترولينج، تتضمن الهيتر والفان والسنسرات. إذا نجي نشوف عندنا هاي البورت هولز أو الأكسس هولز، Air Temperature Sensor هذا هنا، Front Door Latch فتحة البوابة الأمامية، Tilt Handle هاندل على مود تفتح الهود بشكل كامل، هاي Side View، Tubing Access Covers مداخل للصوندات والتيوب على مود علاجات الطفل وفحوصاته، كنترول لاتش هاي قفل تفتح بالكنترول بانل، بيشنت بروب كونكتر كونكترات على مود مراقبات يعني أجهزة خارجية تراقب الطفل، باور سويتش دقمة الاون اوف، باور انبوت منفذ الكهرباء، اير تمبرتشر سنسر كونكتر هذا كونكتر مال اير تمبرتشر خارجي.
يقول لك للموديل 2000 فقط، اكسجين انلت، منفذ اكسجين، فلتر ماونتنج نوب، مكان الفلتر على مود مدخل الهواء. هذا هنا عندنا الكنترول بانل، اير تمبرتشر ديسبلاي، ايش قد حراره، طبعا سيريز 1000 سيريز 2000 يعني موديلات مال الشركه، ايش قد حراره الهواء، ايش قد الحراره اللي احنا رايديها. احنا هنا الكنترول سويتش نصعد وننزل بالحراره، انيبل سويتش على مود تقفل لا حد يجي، شلون قفل الاطفال بالاجهزه الكهربائيه من تقفل مثلا غساله المواعين او غساله الهدوم تقفلها على مود الطفل لا يظل يدوز لقم، نفس الشيء اكو قفل تدوسه 3 ثواني تقدر تفعل وتشتغل بالاعدادات. هاي اوفر 737 هاي اوفر رايد، هنا ندوسها يخلينا نعطي حراره اكثر من 37 اذا نحتاج. فهرنهايت سنتيغريد، الحراره اللي لها بالفهرنهايت لو بالسنتيغريد. هنا الهيتر باور 25 50 75 100. الارم ال اي ديز، هنا هاي كلها الارم وسايلنس الارم. سايلنس الارم ندوسها نسكت الصوت. الالارمات هنا الحراره عاليه، الحراره ناصيه، ماكو حراره، البطاريه ماكو كهرباء، البطاريه انتهت والى اخره. هنا هاي الموديل الثاني ب patient temperature display، ايش قد حراره الطفل، ايش قد حراره الطفل. هنا تذكرون قلنا لكم اكو two modes of operation، واحد بناء على حراره الطفل واحد بناء على حراره الغرفه. من هنا نختار انه patient control mode بناء على حراره الطفل، لو air control mode بناء على حراره الهواء مال الغرفه الحجر عفوا. هذا المذر بورد من الداخل مع شرح شويه بسيط عليه. احنا شلون تفسخ المذر بورد، شلون نسوي لها كالبريشن الى اخره، ترابل شوتينج، شلون تعاين او تفحص المشاكل. هنا هذا الهود قلنا لكم انه هو ينفتح بشكل كامل، اما انت تفتح البوابه او تفتح الاكسس بورتس او تفتح الهود بشكل كامل. هنا هاي صيانه الهود بشكل كامل، تفصيخ العربه الى اخره. هذا الكنترول بانل، هذا الكنترولر، هذا الهيوميديفاير اللي هي نحط بها المي. هنا سلايد يغلق ويفتح الهيوميديفاير، فلتر كفر، فلتر. هنا هذا الكنترولر اذا تشوفون تلاحظون هذا هو الهيتر، وما بعده هي الفان. فالكنترولر يحوي كل شيء، حتى من يتبدل بالكامل. هذا هنا الكنترولر، هذا الهيتر، وهاي الفان. هنا هذا اجزاء الكنترولر من الداخل، الشاشه الخارجيه والبوتونز وغيرها. هنا اذا شلون تبدل اجزاء الكنترول بانل، ثم نشوف هذا الهيتر، هاي الفان اللي راح تسحب لنا الهواء الداخل على الهيتر وتخرجه هواء حار والى اخره. هاي سبير بارتس، هاي على مود من تطلب لنفرض القطعه الفلانيه رقمها كذا، تراسل الشركه تقول لهم عندي القطعة الفلانية بها عطل، الرقم مالتها الستوك نمبر كذا، اريد تدزولي من عندها قطعة او قطعتين. هاي السبير بارتس وارقامهن، طبعا كل شيء للعلم، يعني حتى البرغي، حتى الواشر، حتى النت، هو له رقم تطلب من خلاله السبير بارتس بالتاكيد، يعني على مود الربح وعلى مود يضمنون انه العربة تشتغل مثل ما هم صنعوها. هاي دوائر ومخططات البورد الداخلية، هاي الدوائر الكهربائية مال البورد، وهاي طبعا لازم يعني انت تقراهن حتى تعرف وين تفحص، شلون تفحص، على يا بورد تخلي الاوفوميتر مالتك وتفحص والى اخره. هاي
المفروض هنا ينتهي السبير بارتس. كان واضح بالنسبة للطلاب الكنترول ما واضح؟ طلاب سيرفيس مانوال كان شنو الطلاب ده اسال السيرفيس مانوال كان واضح لو لا؟ نعم دكتور واضح. واضح دكتور واضح. شنو المشكله لعد؟ واضح دكتور واضح ماكو مشكله. جيد. احنا انا انتهى عندنا المفروض محاضره العملي. انا بصراحه العملي بشكل الكتروني مو كلش يعني حاب الفكره مالته، لانه المفروض احنا عندنا عربه الاطفال او الانفانت انكيوبيتر موجوده عندنا بالمختبر، كان فسخناها شفناها قدام عيننا شغلناها حتى نشوف وظائفها والى اخره، بس هذا اللي فرضته علينا كورونا واشباهها. لهنا المفروض تنتهي عندنا المحاضره، خلينا نوقف التسجيل.